الأندلسية مع جمعية الشيخ محمد أبو علي. جمعية الشيخ محمد أبو علي كما على بالكم جمعية هي حديثة نشأة، تقريبا هذه سنتين تأسست، ولكن خلال سنتين قدمت عمل كبير، حضور مميز. أهم إنجازاتها كان التتويج بالجائزة الأولى مهرجان الموسيقى الحوزي سنة 2015، ومشاركات متعددة في مختلف المناسبات والتظاهرات الثقافية. خليكم دون إطالة مع جمعية الشيخ محمد أبو علي في نوبة رمل النايا والجو تحت قيادة الشيخ طه حسان. Thank you.
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 Télévision. Télévision.